طيب دول الاربع انواع من الفليب فلوبس اهم قدامنا، وادي الكاركترستيك تيبلز بتاعتهم. دول بيبقوا موجودين في السوق، بتروح تشتريهم، بتدور في الداتا بوك مثلا على دي تايب فليب فلوب، بيطلع لك رقم التشيب، بتروح تشتريها وبتستخدمها او الار اس وات ايفر. طيب زي ما كنا بناخد زمان في الجيتس، انت احيانا ما يبقاش عندك مثلا انفرتر فبتعمله باستخدام اكس اور جيت، يعني تعرف تتصرف في حاجة موجودة وانت عاوز تعمل حاجة مش لاقيها فبتتصرف. هل يا ترى ممكن نحول من فليب فلوب للتاني؟ يعني انا عاوز استعمل دي تايب ومش لاقي في السوق غير ار اس، اعمل ايه؟ تمام، اول حاجة كونفرت الار اس الى دي، رحت اشتري دي تايب ما لقيتهاش، لكن لقيت قال لي خد ار اس بدل، هعرف اتصرف ولا لا؟ عاوز حد كده يفكر معايا ويخترع اختراع يحول لي الار اس الى دي. يعني مثلا اهي ادي الار اس اهي، لها هنا انبوت اسمه اس، لها انبوت اسمه ار، ولها اوتبوت اسمه كيو. عاوز احطها جوه صندوق كده، ويبقى داخل له دي. هعمل ايه؟ هوصل ايه هنا علشان البتاع اللي اسمها ار اس دي تشتغل از دي؟ طبعا الكلوك ده اساسي لازم تبقى موجود. احط الاس في زيرو وبعدين. طيب في سؤال في اجابه، تعالوا نشوفها تنفع ولا لا. الاجابه دي بتقول ايه؟ هحط الاس في زيرو ولا الار في زيرو؟ في حد بيقول لي وصل دي على الزيرو واعمل ايه بعد كده في الار؟ تعالوا نشوف الكلام ده فاليد ولا لا. هل الكلام ده صح؟ هل هيخلي دي تشتغل از دي؟ طيب نشوف الشكل اللي قدامنا ده. الكيو ان بلس واحد هتطلع بكام لو كانت الدي بزيرو؟ في الشكل ده لو الدي بزيرو وده بزيرو يحصل ايه؟ 0 0 على الار اس بيطلع لي انشي. يعني في الشكل اللي احنا عاملينه ده لو حطيت الدي بزيرو هيبقى الوضع اللي قدامي ان اس بزيرو ودي بزيرو، فبالتالي دي كيو ان. لو حطيت في الشكل ده الدي بواحد هيبقى يحصل لي ريسيت. هل ده هو بتاع الدي فليب فلوب؟ لا طبعا مش هو. تمام، ده تفكير ممكن يودينا الحل. تعالوا نشوف، في حد قال لي هنعمل كده. تعالوا نشوف هل دي تشتغل زي دي ولا لا. في هنا انفرتر، اوكي. طيب نشوف المنظر الحالي ده بنقول ايه. لو دخلت الدي بواحد هيبقى واحد هنا وصفر هنا، يبقى يعمل لي سيت. يبقى لو دخلت بواحد هيحصل سيتنج. لو دخلت الدي بزيرو هيدخل لي صفر على الاس وواحد على الار، يبقى يحصل لي ريسيت. اوكي، هي دي بتاعت الدي فليب فلوب. لما احط واحد على الدي الكيو ان بتبقى واحد، لما احط زيرو بتبقى زيرو. فاحنا بالتحويله الصغيره دي عرفنا نحول الار اس الى دي. اوكي، مفهومه يا جماعه ولا مش مفهومه؟ طيب يبقى انا لو جبت الار اس فليب فلوب وصلتها بالشكل ده تحولت الى دي فليب فلوب. تمام، في حد مش فاهم؟ طيب دي تحويله سهله، ناخد واحده سهله برضو. طب دي جبتها ازاي؟ بالتفكير مش كده؟ مش بطريقه سيستماتيك. طب هل في طريقه سيستماتيك نفكر مع بعض بيها، او واي منظمه اقدر اوصل بيها من اي نوع الى نوع اخر؟ اكيد طبعا لو دورنا لها على طريقه هنلاقي. فتعالوا نجرب كده نشوف نحول من نوع لنوع اخر، او نجرب النوع ده الاول بطريقه سيستماتيك، ازاي احول ار اس الى دي. اوكي تمام. طيب فكر مع بعض. انا عندي هنا انبوت اسمه دي،
عاوز اطلع حاجتين، حاجه اسمها اس وحاجه اسمها ار، علشان اتحكم في الفري فلو اللي قدامنا دي. اوكي، يبقى الانبوت بتاعي الرئيسي اسمه دي، يعني كاني هحط دايره صغيره هنا هعملها داخل لها دي عشان تطلع لي ار واس عشان تطلع لي الاوتبوت اللي احنا عاوزينه. تعالوا نشوف لما تبقى الدي بزيرو الدي فليب فلوب بتعمل ايه؟ بتطلع لي ايه في الاوتبوت؟ زيرو على الدي بتطلع لي زيرو هنا، صح كده؟ طيب عشان اطلع زيرو هنا اعمل ايه في الار والاس؟ اعمل فيهم ايه؟ احط الاس بكام؟ بزيرو، اجيب واحد. طيب يبقى تاني، خلينا شايفين احنا بنعمل ايه. انا عاوز اعمل دايره ادخل عليها الانبوتس بتاع الحاجه اللي انا عاوز اوصل لها اللي هي دي، عشان تطلع لي الار والاس اللي هتحكم فيهم في الفليب فلوب بتاعي. انا عاوز ادخل الدي هنا عشان تطلع لي الار والاس المناسبين. لو الدي بزيرو انا عاوز اوصل لزيرو. طب الار اس فليب فلوب لو عاوز اوصل لزيرو بعمل ايه؟ لازم ادخل واحد وصفر، فعشان كده حطيت هنا واحد وصفر. طب لو الدي بواحد الكيو ان بلس واحد بتبقى كام؟ تبقى بواحد، صح كده ولا مش صح؟ الدي فليب فلوب لما تبقى دي بواحد عاوز اوصل للواحد. الواحد هنا بوصل لها ازاي؟ زيرو واحد. اوكي، وانا عملت الجدول ده، شايفين احنا عملنا ايه؟ انا ببدا بقول لما احط الدي بزيرو عاوز الكيو ان تبقى بكام. طب الكيو ان دي تبقى بكام؟ دي هجيبها منين؟ هجيبها من الار اس فليب فلوب تيبل اللي موجوده عندي، وبالتالي اقدر اوجد علاقه ما بين الدي والار والاس، صح؟ ايه علاقه الار بالدي من الجدول ده؟ دي عكس دي، يبقى ار بتساوي نوت دي. وايه علاقه الاس بالدي؟ هي نفسها، ده اللي احنا عملناه. خدت الار وصلتها على، خدت الدي عملت لها نوت وصلتها على الار، وخدت الاس وصلتها على الدي. واضحه ولا مش واضحه؟ طيب يبقى التفكير بتاع زميلكم وصلنا لنفس النتيجه اللي احنا مشينا بيها لو مشينا بطريقه سيستماتيك. تعالوا ناخد نوع اخر عشان نتخيل ايه اللي هيحصل. ناخد تحويله من نوع لنوع تاني. في حد مش فاهم احنا عملنا ايه هنا؟ تاني اللي انا عملته ايه؟ انا رسمت مربع فيه ار اس فليب فلوب. اوكي؟ لكن انا عاوز اعمل دي، انا ما عنديش الدي في السوق فاشتريت ار اس. فهزود دايره، اللي انا بعمله هنا اني بجيب الترو ستيبل بتاع الدايره دي اللي هي لها انبوت اسمه دي ولها اوتبوت اسمه ار واس، ده اللي انا حطيته هنا. اوكي، ناخد نوع اخر. تعالوا نشوف مثلا ازاي اعمل دي باستخدام الجي كي. هنلاقيها هي هي، بس تعالوا نمشيها برضو بخطوات كده. طيب عندنا ايه؟ convert from jk الى d. يبقى انا عندي jk عاوز اعمل منها دي، يبقى هنعمل ايه؟ الاول هنرسم الجي كي دي اللي انا لقيتها ومش عارف اتصرف ازاي عشان احولها لدي. عاوز احط شويه حاجات هنا داخل له انبوت اسمه دي، والدي دي اللي بتتحكم في الجي اوكي عشان تخليها تتصرف مظبوط. اوكي، يبقى تاني نقول ايه؟ احط ايه هنا؟ يبقى احنا عندنا حاجه اسمها دي وعندنا حاجه اسمها جي اوكي. دي الدايره بتاعتي اللي انا عاوز اعملها، بدخلها دي عشان اطلع منها جي اوكي. طيب لما تبقى الدي بزيرو الدي فليب فلوب بتطلع زيرو. ايه في الجي والكي بيطلع لي زيرو؟ زيرو وواحد. اوكي، يبقى الجي بزيرو والكي بواحد. طيب ايه تاني لو الدي بواحد؟ يبقى الدايرة دي المفروض تطلع لي واحد. ايه هنا بيطلع لي واحد لما يبقى الجي بواحد والكي بزيرو؟ اوكي،
خلصنا ولا ما خلصناش؟ خلصنا. يبقى على طول نقدر نجيب الفانكشن الجي هتساوي 0 1 زي الدي، والكي هتساوي 1 و0 اللي هي عكس الدي. يبقى هاخد الجي اوصلها على الدي، والكي اوصلها على نوت الدي. اوكي، نفس الفكره بتاعت الار والاس بسيطه. ناخد حاجه اصعب شويه بقى، دول الحالات المباشره. طيب عاوزين نعمل from jk to t. عاوز اعمل t flip flop وانا مش لاقي في السوق غير jk، فلازم اتصرف. طيب ممكن نفكر بمخنا، ممكن نمشي بطريقه سيستماتيك. نفكر بمخنا الاول، نعمل ايه؟ نشوف انت بتقول ايه. ادي الجي والكي، وادي الكيو، وادي الكلوك بتاعتي. انا عاوز اعمل تي، احط ايه هنا علشان الجي والكي تشتغل از تي. ناخد الحل الاولاني الاول وبعدين اسمع حلك. في حد قال لي حاجه هنا، كان في حد قال لي هحط النوت عند الجي هنا وبعدين نوصلها. تعال نشوف الكلام ده هيشتغل ولا لا. نشوف لو التي بتساوي زيرو ايه اللي هيحصل. هيبقى الجي في الحل بتاعك ده بيساوي 1 والكي بتساوي زيرو، هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي 6. بس احنا مش المفروض يطلع لنا 6، المفروض يطلع لنا كيو ان ماينس كيو ان القديمه بار، صح؟ يعني او كيو ان. لو التي بتساوي 1 في الحاله بتاعتك هتبقى الجي بتساوي 0 والكي بتساوي 1، يبقى يعمل ريسيت. ده مش تي فليب فلوب. التي فليب فلوب بتقول لو 0 بفضل كيو ان، لو 1 ببقى كيو ان بار. يبقى الحل ده لا مش مظبوط. الجي والكي تعمل لهم فيهم ايه؟ بالتي. طب كان في حلول اخرى ولا كان نفس الحل؟ نفس الحل. في ثلاثه هنا متفقين على حل بيقول ايه؟ هنوصل دول كده. تعالوا نشوف الكلام ده صح ولا غلط. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ لو التي بتساوي 0 في الحل ده يعني الجي بتساوي 0 والكي بتساوي 0. جي وصفر وكي بصفر بيحصل ايه في الاوتبوت؟ هو كيو ان، مفيش تغيير، نو تشينج. لو وصلت تي بواحد يعني الجي بواحد والكي بواحد، الجي كي فليب فلوب بتعمل لي توجل في الحاله دي، يبقى فعلا كيو ان بار. هل علاقه التي بالكيو ان بلس واحد هي بتاعت التي فليب فلوب؟ اه، يبقى الحل ده فاليد مظبوط. تمام، فاهمين جه منين؟ يبقى تاني انا جبت جي كي فليب فلوب عاوز اعمل بيها تي، اعمل ايه؟ لازم احط شويه حاجات هنا، شويه دوائر او شويه توصيلات. فاكتشفنا ان احنا لما نوصل التي على الجي والكي، لو دخلت صفر هيدخل لي صفر وصفر، فمش هيحصل تشينج في الكيو. لو دخلت واحد هيدخل لي واحد واحد، هيحصل توجل في الكيو. وهي دي بالظبط الفانكشن بتاعت التي فليب فلوب. تمام؟ طيب هل لو عملناها بالطريقه السيستماتيك هنوصل لنفس الحل ولا لا؟ تعالوا نشوف. نشوف احنا معانا ايه وعاوزين نوصل لايه. انا معايا حاجه اسمها تي، ده الانبوت بتاعي، عاوز اطلع منه جي وكي. اوكي، يبقى الدايره بتاعتي لها انبوت تي وطلع منها جي وكي. طيب نشوف المواصفات بتقول ايه. لو التي بزيرو المواصفات بتقول لي ايه؟ عاوز اطلع كيو ان. اوكي، مين في الجي كيف لي فلوب بيطلع لي كيو ان؟ 0 0. يبقى عاوز التي دي لما احط 0 تطلع لي 0 0 هنا. لو حطيت التي بواحد، التي المفروض يطلع ايه؟ المفروض يطلع كيو ان بار. مين في الجي كي بيطلع لي كيو ان بار؟ الواحد والواحد. يبقى دي هتبقى لازم 1 1. اوكي،
يبقى انا كل اللي بفكر فيه ان انا عاوز ابني دايره صغيره ادخل لها تي تطلع لي وجي وكي عشان تحقق لي المطلوب. المطلوب بتاعي هجيبه منين؟ من مواصفات الفليب فلوب اللي انا عاوز اوصل لها. اوكي، يبقى هنلاقي هنا ان الجي بتساوي التي والكي بتساوي التي، يبقى فعلا هوصلهم الجي مع التي والكي مع التي، كده وصلت للحل. اوكي، في اي سؤال؟ طيب نعمل كمان واحده. يبقى انا دلوقتي عرفت ازاي ابني التي فليب فلوب وازاي ابني الدي فليب فلوب باستخدام الجي والكي. طيب تعالوا نعمل حاجه كمان. عاوز ابني اوكي convert from دي جي كي. دي بقى ايه؟ مرحله اعلى شويه في التفكير. انا عاوز اعمل جي كي ومش لاقي في السوق غير دي، طب اتصرف ازاي؟ مشكله اهي، انا رحت ما لقيتش غير دي. اوكي، بس انا مش عاوز دي، ده انا عاوز جي كي. يبقى انا عندي جي وكي، عاوز احط حاجه هنا ادخل عليها الجي والكي. عشان تطلع لي حاجه اسمها دي تشتغل as expected، فعمليه ممكن تبقى كبيره شويه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي بقى. طيب يبقى احنا عندنا دايره لها انبوت اسمهم جي وكي، عاوز اطلع دي. اوكي، في الحاله دي بقى مش هناخد الجي والكي بس، ان هم مش كافيين، ده انا عندي انبوتس كتيره عاوز استخدمهم علشان اطلع بيهم حاجه اسمها دي. طيب الجي والكي مش كافيين اخدهم كانبوتس لوحدهم، لازم اخد كمان دي اللي هي كيو ان. يبقى عندي دايره فيها جي وكي وكيو ان، عاوز اطلع منها الدي. اوكي يا جماعه، نفكر مع بعض، نفكر مع بعض. يبقى تاني انا عملت ايه؟ ما عنديش غير دي وعاوز اجيبها كده واحطها في صندوق كبير ما اشوفش منه غير جي وكي. يبقى لازم هعمل شويه توصيلات داخليه كده علشان اجنريت قيمه هنا تخلي دي تتصرف از انها جي كي فليب فلوب. في حد مش فاهم احنا عاوزين نعمل ايه الاول؟ فاهمين احنا عاوزين نعمل ايه مش كده؟ طيب هحط شويه لوجيك هنا، شويه جيتس، الله اعلم هيبقى في ايه هنا في الحته دي، بحيث تظبط لي قيم الدي عشان دي تاكت از جي كي فليب فلوب. طيب نشوف احتمالات الانبوتس بتاعت الدايره اللي انا عاوز ابنيها، اللي هي جي كي 00 001 00 010 وبعدين 011 وبعدين 100 101 110 111. طيب اول حاله لما يبقى الجي والكي بصفر صفر والكيو ان بزيرو المفروض يطلع ايه؟ انا عاوز ابني ايه؟ خلي بالك، خلينا احنا الهدف بتاعنا ايه؟ ابني جي كي فليب فلوب. اوكي، الجي كي فليب فلوب لما يبقى 0 و0 والكيو ان ب0 الاوت بتاعها بكام؟ 0. نكتبه لكم هنا عشان ايه نفتكره، كيو ان بلس 1 في الحاله دي هيبقى 0. طيب الفليب فلوب عشان اخلي الدي، عشان اخلي الكيو ان بلس 1 بتاعها 0 بعمل ايه في الدي؟ بخليها بصفر، يبقى انا لازم احط هنا الدي بصفر. معايا كده؟ يبقى تاني جي كي كيو ان 3 بصفار هيطلع الاوتبوت في حاله الجي كي بزيرو، ده الجي كي اوتبوت عشان ما تلخبطوش. اعمل ايه في الدي علشان اطلع الصفر؟ احط الدي بزيرو. طيب تاني احنا 0 0 والكيو ان بواحد، عاوز افضل واحد، يبقى نحط دي هنا واحد.
واحد مظبوط كده؟ تمام تمام طيب الجي كي لما يبقى داخل لها 0 1 بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها دايما ريسيت. تمام، يبقى الحالتين بتوع الزيرو والواحد دول بغض النظر عن الكيو ان، طالما في واحد على الكي وزيرو على الجي، دي هتعمل لي على طول ريسيت. الريسيت اعمله ازاي في الدي فليب فلوب؟ ندخل عليها اصفار. تمام كده معايا؟ طيب لما يبقى الجي والكي بواحد وصفر بغض النظر عن الكيو اللي معايا، بعمل ريسيت، بعمل سيت، اسف، الجي والكي بواحد وصفر، الجي بواحد والكي بزيرو، يبقى بعمل سيت. في الحالتين دول محتاجين نعمل سيتنج. ازاي اعمل سيتنج في الفلوب دي؟ خلي الدي واحد، معايا؟ في حد مش فاهم؟ لو حد مش فاهم يقول هنعيد، مش مشكلة. طب تاني قولوا له انت دي بقى، جي والكي بواحد والكيو ان كانت بزيرو، يبقى الكيو اللي بعديها بكام؟ تبقى بواحد. واحد دي اجيبها ازاي على الفليب فلوب اللي من نوع الدي؟ حط واحد على الدي، صح كده؟ طيب الجي والكي بواحد والكيو ان معايا كانت بواحد، يبقى اللي بعديها هتبقى بكام؟ بصفر. يحصل توجل، ازاي احط صفر في الفليب فلوب دي؟ ظبط الدي بزيرو. خلاص انا عملت كده الترو ستيبل اللي بياخد جي وكي وكيو ان ويطلع لي الدي المناسبه. تعالوا نطلع الفانكشن بتاعتها. نعمل لها ترو ستيبل بسرعه. بتاع ده قصدي كي ماب. ادي جي كي وكيو ان 0 1 امتى الدي بتساوي 1؟ الدي بتساوي 1 عند 0 0 1 0 0 1، وبتساوي 1 هنا كمان في الحالتين دول، عند ال 1 0 0 1 0 0، وعند ال 1 0 1 1 0 1، وعند ال 1 1 0 1 1 0. نجمع اللوحات بتوعنا، ادي الوحدين دول نقدر ناخدهم مع بعض والوحدين دول مع بعض، يبقى نقدر نقول ان الدي بتساوي كام؟ الدي بتساوي جي كيو ان بار، او كي بار كيو ان. تمام، يبقى اللي هحطه في الصندوق ده ايه؟ طيب عندنا جي كيو ان بار، يبقى دي الجي داخله مع الكيو ان مقلوبه، وعندي الكي بار كيو ان، ادي الكي بار مع الكيو ان، نعمل لهم اور مع بعض يدينا الدي. يبقى لو جبت دي فليب فلوب ووصلت التوصيله دي معاها، هتبيهيف از جي كي فليب فلوب. تمام، اللي ما فهمهاش هناخد مثال تاني على نوع اخر من التحويل ونشوف هنوصل لها ازاي. تاني سطر ده في الجي كي فليب فلوب، لو حطيت لها 0 0 والكيو ان بواحد، الكيو ان بلس واحد بتبقى بكام؟ نو تشينج، يعني الكيو ان هيبقى بكام؟ واحد، لان اللي معايا واحد فهيفضل معايا واحد. طب ازاي اخلي دي تطلع لي واحد عامه في الدي فليب فلوب؟ حط واحد على الدي. اوكي اوكي ناخد نوع تاني، اللي ما فهمش برده في النوع ده هنشوف المره الجايه هنعملها ازاي. عاوزين نحول من T to D. عاوزين نحول من T لD. يعني ايه نحول من T لD؟ يعني انا عاوز اعمل دي فليب فلوب ومش لاقي في السوق دي، فاشتريت واحدة T وعاوز اعمل عليها تغييرات عشان تأكت از D. يبقى انا معايا ايه؟ معايا T، رحت السوق اشتريت T.
عاوز اعمل ايه؟ انا مش عاوز تي ده، انا عاوز دي، بس انا مش لاقي، فجبت اللي لقيته وهتصرف بقى. انا جبت التي، اوكي، احطها في علبه كده. والعلبه دي يدخل عليها حاجه اسمها دي. احط ايه هنا عشان دي تاكت از دي فليب فلوب؟ طيب بنقول ان احنا دايما طبعا بناخد الانبوتس بتوعي اللي هم اللي جايين من بره، بالاضافه الى ممكن اخد كمان من الكيو ان. تعالوا نشوف هعمل ايه هنا. احط ايه في الصندوق في الدايره الحمراء دي؟ نشوف احنا عاوزين نوصل لايه. انا عايز اوصل لدي تايب فليب فلوب، وانا عندي تي، يبقى عاوز احط حاجه هنا. الحاجه دي داخل لها مين؟ داخل لها دي وكيو ان. يبقى عندي دي وكيو ان از انبوتس، عاوز اطلع منها التي، صح كده؟ نشوف احتمالات الانبوتس بتاعتي. 0 0 0 1 1 0 1 1. الدي تايب فليب فلوب لما يبقى الدي ب 0 والكيو ان 0، عاوز الاوتبوت يبقى كام؟ فكر مع بعض. الدي تايب فليب فلوب الدي ب 0 والكيو اللي معايا ب 0، الاوتبوت هيبقى كام؟ 0، صح؟ دي تايب فليب فلوب دي بحط لها 0، طالما حطيت لها 0 الاوتبوت هيطلع 0 بغض النظر كيو ان بكام. طيب اعمل ازاي؟ اعمل ايه هنا؟ احط التي بكام؟ معايا عاوز افضل 0، عاوز افضل 0، اعمل ايه؟ يبقى نحط على التي كام؟ 0، لان اصلا كيو ان كانت ب 0، فكيو ان بار كيو ان بلس 1 هتبقى 0. طيب تاني، لما تبقى الدي ب 0 والكيو ان ب 1، الدي تايب بتقول لي ايه؟ حطيت الدي ب 0 يبقى الكيو ان بلس 1 هتطلع 0. طب انا معايا كيو ان هنا ب 1، ازاي اطلعها 0؟ احط التي بكام؟ واحد. تمام، هل كلكم فاهمين ولا في حد مش فاهم؟ حاسس ان في ناس ما بتردش خالص. تاني، انا عايز اروح للدي وانا معيش غير التي. طيب نفكر الدي بتشتغل ازاي. الدي لما يبقى عندي 0 وكيو ان ب 0 تطلع كيو ان بلس 1 ب 0، اهي كيو ان بلس 1 اهي ب 0، صح كده؟ ازاي اطلع الكيو ان بلس 1 ب 0 باستخدام التي فليب فلوب وانا معايا كيو ان ب 0؟ هنعمل نو تشينج، يبقى احط التي بصفر. تي بصفر يعني الكيو ان تفضل زي ما هي. اوكي، الدي تايب فليب فلوب لما يبقى عندي الدي بزيرو هتطلع لي هنا زيرو. طب ازاي في التي فليب فلوب اروح من الواحد للزيرو؟ اعمل ايه؟ نحط التي بواحد. تمام. طيب هنا الدي بواحد، الدي فليب فلوب لما يخش عليها واحد تطلع لي واحد في الكيو ان بلس 1. طب لكن انا معايا زيرو، ازاي اروح من الزيرو دي للواحد دي؟ احط التي بكام؟ بواحد عشان اعمل توجل. نفس الكيس هنا، عندي واحد على الدي يبقى المفروض الكيو ان بلس 1 تبقى بواحد. طب التي فليب فلوب اعمل ايه عشان اروح من واحد للواحد؟ صفر بس، خلاص. يبقى دي الجدول اللي فيه علاقه الدي ان والكيو بالتي. هل نقدر نطلع العلاقه بينهم على طول؟ واضحه. ايه هي؟ التي عباره عن اكس اور بتاع الحاجتين دول، اكس اور بالظبط. يبقى انا لو جبت هنا اكس اور جيت ودخلت عليها ده وده، انا كده حصلت على اللي انا عايزه، عملت الدي فليب فلوب باستخدام التي فليب فلوب. يبقى تاني بنفكر ازاي. بحط الدايره اللي انا لقيتها وبقول انا معايا انبوت اسمه دي، يبقى في هنا شويه لوجيك هيتحط. اللوجيك ده بيخش له مين؟ بيخش له الانبوت اللي معايا، بيخش له الكيو ان، والمفروض يجنريت التي ده هي. طيب نعملها ازاي؟ اهو نشوف المواصفات اللي احنا عايزينها. الدي بتشتغل ازاي؟ دي وكيو ان بتطلع لي كيو ان بلس 1. اشوف بقى بظبط ازاي التي علشان تطلع لي كيو ان بلس 1 ده. ناخد مثال رابع، ما فهمش هيفهم في المثال الجاي. عاوزين نكونفرت فروم مثلا،
احنا عملنا هنا من التي للدي، تعالوا نعمل من التي للار اس. عاوز ابني ار اس فلي فلوب، بس ار اس فيها حاله خاصه اللي هي انديفايند، ملهاش معنى ان احنا نبنيها. تعالوا نبني الجي كي احسن. من تي عاوز اروح للجي كي، عندي جي كي صح، عندي فروم تي عاوز اروح للجي كي، انا معايا تي، ادي التي اهي. وادي الكلوك بتاعتها، عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل جي كي، انا معايا تي عاوز اعمل جي كي، يبقى انا عندي هنا بره جي وكي، عايز دايره هنا احطها تخلي التي دي بيهيف اس جي كي. تعالوا نشوف هنعمل ايه. ادي الجي وكي داخلين على الدايره، وبناخد كمان الكيو ان بتاعنا على الدايره بتاعتنا، يبقى الكيو ان اهي. احط ايه هنا بقى عشان دي بيهيف؟ تعالوا نشوف التيبلز بتاعتنا. انا عندي دايره فيها جي وكي وكيو ان، جي كي وكيو ان، وطلع منها حاجه اسمها تي. اوكي، انا ببني الدايره دي دلوقتي، داخل لها جي كي كيو ان ويطلع منها تي. طيب علشان نعرف نبنيها لازم نتخيل الكيو ان بلس واحد هتبقى بكام. اوكي، طيب 0 0 0، الجي والكي لما تبقى 0 0 والكيو ان ب 0 بتطلع اوت بوت كام؟ نو تشينج، يبقى هتطلع لي هنا 0. اوكي، نرجع نبص بقى التي ازاي اخليها تحول من الكيو ان ب 0 لكيو ان بلس 1 0. احط ايه على التي؟ 0 صح، عشان اروح من كيو ان ب 0 لكيو ان بلس 1 0 بنحط هنا 0. اوكي، يبقى تاني 0 0 1، الجي والكي ب 0 1 والكيو ان ب 1، يبقى الكيو ان بلس 1 هتبقى بكام؟ الجي والكي بصفار والكرنت ستيت واحد، يبقى الجديده هتبقى كام؟ واحد، نو تشينج. جي وكي 0 0 يعني نو تشينج، يبقى الكيو ان هي نفسها كيو ان بلس 1، يطلع لي هنا 1. طيب ازاي اخلي التي فليب فلوب تبقى واحد، من واحد تتحول لواحد؟ حط التي ب 0 تمام. الحاله الثالثه 0 1 0، الجي والكي ب 0 1، يبقى على طول بيحصل ريسيت، طالما الكي ب 1 يبقى على طول ريسيت هنا. ريسيت يعني الكيو ان بلس 1 هتبقى صفر. ازاي اخلي التي تروح من صفر لصفر؟ احط على تي صفر عشان ما تغيرش. طب الحاله اللي بعديها 0 1 1، 0 1 بغض النظر عن الكيو ان، طالما في واحد على الكي هعمل ريسيت على طول، يبقى هتبقى الكيو ان بلس 1. ازاي اخلي التي تروح من واحد لصفر؟ من واحد لصفر، يبقى انتوجل. توجل يعني ايه؟ يعني تي بواحد. تمام. الحالة الرابعة 1 0 0، جي بواحد كي بزيرو، يبقى على طول بنعمل سيتنج. سيتنج يعني الكيو ان بلس واحد بواحد. ازاي نخلي التي تروح من زيرو لواحد؟ نحط واحد على التي. متابعين معايا ولا تهتوا؟ اللي مش متابع ياخد باله من دي. 1 0 1، خليكم معايا، جي وكي حطيت عليها 1 0، يبقى المفروض بيحصل لها سيتنج، يبقى بيطلع لي واحد هنا. طب نرجع نبص، انا كان الكيو ان بواحد وعاوز اروح للكيو ان بلس واحد واحد برضو، اعمل ايه على التي؟ حط عليها صفر. اوكي، اللي بعديها 1 1 0، في واحدين والكيو ان بزيرو، يبقى الكيو ان بلس واحد هتبقى بكام؟ الوحدين بتعمل ايه في الجي كي فلي فلوب؟ بتوجل وحدين على الجي كي، بتقلب الستيت، الصفر دي هتبقى واحد. ازاي اخلي التي تحول من صفر لواحد؟ خلي التي بواحد. اوكي، اخر حاله 1 1 1، وحدين على الجي كي بتوجل. توجل يعني ايه؟ يعني الواحد دي هتبقى صفر. ازاي نعملها بالتي؟ كيو ان بواحد عاوز اخليها صفر، نحط واحد. يبقى انا طلعت الترو ستيبل اللي بيربط ما بين التي والانبوتس بتاع الدايره دي اللي هي الجي والكي والكيو ان. اوكي، لو عملنا لها كي ماب بسرعه، جي كي كيو ان 0 0 0 1 1 1 1 0 و0 1،
امتى التي بتطلع بواحد في الحالة دي 011 وفي الحالة دي 100 100 وفي الحالة دي 110 110 و111. هنقدر ناخد دول مع دول يبقى على طول التي بتساوي كام؟ بتساوي جي كيو ان بار وبتساوي هنا كي كيو ان. يبقى جي كيو ان بار يبقى نحط هنا اند جيت داخل عليها الجي وكيو ان بار. وعندنا كي كيو ان، ادي الكي مع الكيو ان، نعمل لهم اور. يبقى ادي جبت تي فليب فلوب وصلت عليها شويه جيتس بقت بتبيهيف بالظبط از الجي كي فليب فلوب. اوكي، فاحنا اي فليب فلوب ممكن نحول من نوع لاخر لما بنمشي بنفس الطريقه دي. اوكي، هتلاقوا مسائل في الشيت نازله على الكلام ده، برضه هتحلوها بنفسكم وتتمرنوا عليها. اوكي، اي سؤال؟ طيب، يبقى احنا شفنا دلوقتي الاربع انواع من الفليب فلوبس وشفنا ازاي بنكونفرت من واحد للتاني، تمام، وعرفنا عن ايه فليب فلوب. دي ميموري اليمنت بتخزن قيمه جواها بتحتفظ بالقيمه دي لحد ما يحصل كلوك ايدج جديد تغير القيمه وتحتفظ بيها لحد الكلوك ايدج اللي بعده ان سو اون. اي سؤال؟ طيب، ناخد حتة كده عملية شوية من الأسئلة اللي بتتسألوها كثيرا في الانترفيوز. دايما بحب أدي حتة كده على بتتسألوا في إيه لما تروحوا تشتغلوا، يعني لكم انترفيو فبيسألوكوا أسئلة. قلت لكم قبل كده مثلا هيقول لك إزاي تعمل لي انفرتر باستخدام الإكس أور، عرفناها، بنثبت واحد من الإنبوتس بواحد خلاص بقت إكس أور. السؤال الشهير بقى له علاقة بالحتة دي، إزاي تعمل فريكوانسي ديفايدر؟ يعني ايه فريكوانسي ديفايدر؟ يعني عندي كلوك مثلا بفريكوانسي 50 هرتز عاوز اطلع سيجنال كلوك 25 هرتز، يعني اضاعف البيريود بتاعت الكلوك بتاعتي. ده سؤال شهير جدا واجابته هايفه، اجابته سهله قوي لو احنا فاهمين فري فلوبس كويس. تعالوا نشوف اول حاجه. لو انا جبت تي تايب فليب فلوب تعالوا نشوف المنظر اللي هرسمه دلوقتي. تي تايب فليب فلوب لو دخلت الانبوت ده بواحد ثبته على واحد على طول، تعالوا نشوف هيحصل ايه. ادي التي بواحد خلاص عارفين انها واحد، ادي الكلوك، كلوك عماله تلعب فوق تحت فوق تحت اند سو اون، ادي ايدج 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 ايدج، تمام. تعالوا نتفرج على الكيو، شوف الكيو بيحصل فيها ايه. عند الايدج ده لقينا التي بواحد، افترض ان انت بادئ انيشال الكيو بتاعتك بصفر، عند الايدج لقيت التي بواحد يبقى هتوجل، يعني الصفر دي هتتحول تبقى واحد. اوكي، تستمر معاك لحد النكست ايدج، هنا لقيت التي بواحد ترجع تتوجل تاني تنزل بصفر. الايدج اللي بعده انت كنت صفر تطلع واحد، الايدج اللي بعده الواحد هتنزل صفر، الايدج اللي بعده وهكذا. علاقة الكيو بالكلوك دي سكوير ويف ودي سكوير ويف، بس خلي بالكو البيريود بتاع دي قد ايه اللي هي من رايزنج لرايزنج، والبيريود بتاع دي قد ايه. تمام، لو افترضت ان المربع ده 5 يبقى دي 5 و5 10، ده واخد قد ايه؟ 5 5 5 5 يبقى 20، يبقى البيريود بتاع دي اكبر من دي ضعفها، يبقى الفريكونسي بتاع ده نص الفريكونسي بتاع ده. في حد عنده سؤال هنا؟ تمام، فاهمين؟ يبقى ازاي نعمل فريكونسي ديفايدر
بسيطه خالص، هجيب تي فليب فلوب اوصل عليها واحد، خلصت. اوكي، ده سؤال شهير جدا يعني، للاسف في ناس كتير ما بتعرفش تجاوب. اقسم كمان مره، جميل جدا. خد الكيو ده اعتبره هو الكلوك بتاع الجيت الجديده اللي خارج من الاولانيه اللي هو ده، دخله هنا على الكلوك انبوت بتاع تي تايب فليب فلوب تانيه، هتطلع لك حاجه نص الفريكونسي بتاع ده، اللي هي ربع الفريكونسي بتاع ده. فانت لو عاوز تقسم على اثنين ممكن، على اربعه ممكن، على ثمانيه ممكن، بتحط كذا ستيج ورا بعض. تمام؟ طيب خليكم فاكرين السؤال ده لحد ما تشتغل ان شاء الله. ممكن يغلسوا عليكم شويه ويقول لك لا انا مش عاوز تي، انا عاوزك تعملها لي بالدي. ده برضو سؤال شهير جدا، الناس اللي هتشتغل في الدومين ده هيحتاجوه. بيبقى الهدف من الانترفيو ان انتوا يشوفوكوا بتفكروا ازاي. تمام؟ ازاي تعرف تتصرف، ازاي تعمل عندك بروبلم، ازاي تحلها. في ناس بتستسلم على طول، تقول لك ما اعرفش من غير ما يحاول يفكر. ده بيترفض مش عشان هو ما يعرفش، بيترفض عشان هو ما حاولش يفكر. تمام؟ يعني لازم يبقى عندك بروبلم سولفنج سكيلز. ممكن تفكر توصل لحل، نتناقش فيه، نقول لك طب عدل، نديك شويه هنت، انما من الاول خالص تقول لي ما اعرفش، يبقى خلاص انت ما عندكش استعداد تفكر. فتعالوا نشوف بقى نعملها ازاي. فريكونسي ديفايدر باستخدام دي فليب فلوب. طب تعالوا نفكر فيها بطريقه لوجيك كده. يعني ايه فريكونسي ديفايدر؟ يعني عند كل ايدج انا عاوز اغير الستيت بتاعتي، فطبعا بالتي فليب فلوب سهله، هتثبت التي بواحد، فمع كل ايدج هتغير الستيت بتاعتك. طب لو عاوزين نعملها بالدي، الاستيت بتاعتي اللي هي هنا دي، مش هي دي الاستيت بتاعت اللي موجوده معايا دلوقتي؟ عاوز مع كل ايدج اغير الاستيت دي، ادخل ايه هنا؟ ادخل الكيو تاني، يبقى انا مش هتغير فور ايفر. لو دي بواحد وادخلها هنا هتفضل واحد الى الابد. عاوز اعمل ايه؟ لا، ما الكلوك داخله لي هنا، ادي الكلوك سيجنال بتاعتي. انا عاوز مع كل ايدج في الكلوك اشوف انا كنت كام واقلب الاستيت بتاعتي. انا بقول اقلب، اعمل ايه؟ افكر مع بعض. ممكن، بس انا مش عاوز احولها لتي، عاوز. ايوه، في حد بيقول حاجه هنا بالظبط، كيو بار. انا مش، انا بقول عند كل مره عاوز ادخل الحاجه عكس اللي كانت معايا، دخلي هنا كيو بار بس، خلصت خلاص. تعالوا نشوفها، حتى نرسمها ونشوف، نرسم ستيد، نرسم ويف دايجرام ونشوف دي هتشتغل ازاي. الرسمه دي تعالوا نرسم ايه يعني. التفكير جه ازاي؟ زي ما قلت، انا عاوز كل ايدج اقلب الاستيت. يعني ايه اقلب الاستيت؟ شوف انا معايا كام، اقلبها وادخلها تاني بس. تمام؟ ادي الكلوك، ادي الكيو ان، الكلوك عامله كده. انيشيالي هفترض ان كان في زيرو في الفليب فلوب دي، كان في زيرو، يعني الكيو بزيرو. طيب الدي ايه علاقتها بالكيو؟ عكسها، هيبقى داخل واحد هنا على الدي، يبقى الدي هتبقى دايما عكس الكيو. حصل لي ايدج، عند الايدج ببص على مين؟ ببص على الانبوتس. طب الانبوتس عليها كام دلوقتي؟ ايه، ما كاتبها لكم هنا كده. الانبوت في اللحظه دي عليها كام؟ عليها واحد، يبقى الكيو هتطلع لفوق وتستمر دي معايا. طالما دي بقت واحد والكيو ودي عكسها، يبقى دي هتنزل صفر لحد النكست ايدج. عند النكست ايدج ببص على الدي، لقيت عليها كام من الرسمه اهي؟
ببص على الدي عند النكست ايدج، الدي عليها كام؟ كام؟ زيرو. يبقى يحصل ايه في الكيو؟ هتنزل زيرو، ودي عكسها يبقى تطلع واحد. عند النكست ايدج بيحصل ايه؟ اروح ابص على الدي، الدي بكام هنا؟ لقيتها بواحد، يبقى الكيو تطلع بواحد والنكست ايدج زيها. بصيت على الدي لقيتها بصفر، طالما الدي بصفر يبقى الكيو تنزل صفر. بس اهي، يبقى هنا احنا عملنا ايه؟ خدت الكيو قلبتها ودخلتها تاني عشان كل ايدج اشوف عكس اللي كان عندي. كان عندي واحد اشوف صفر، يبقى هبقى صفر. الكلوك اللي بعديها في صفر هنا، هشوف انا واحد، يبقى هدخل واحد. يبقى انا كل مره عمال اقلب من زيرو لواحد من زيرو لواحد. لو بصينا على البيريود بتاعت الكلوك دي والبيريود بتاعت الكلوك الاصليه، هلاقي ان دي ضعف دي، يعني الفريكونسي ده نص الفريكونسي ده. يبقى في طريقتين اهو تقدروا تعملوا بيهم فريكونسي ديفايدرز، تمام؟ ايه الطريقتين؟ اول واحده تجيب تي فليب فلوب، تحط التي بواحد، خلاص بقت فريكونسي ديفايدر. الطريقه الثانيه هات دي فليب فلوب اعمل فيدباك بكيو بار، يبقى كل مره هتقلب يبقى انت بالظبط عملت الايه؟ تي فليب فلوب. لو عاوز اقسم على اربعه اعمل ايه؟ اقسم الفريكونسي على اربعه ولا حاجه. انا هنا داخل لي كلوك واحد اللي هي بفريكونسي مثلا 50، طلعت لي هنا سيجنال ثانيه فريكونسي بتاعتها 25، صح؟ عملت فريكونسي ديفيجن. عاوز اقسم 25 على 2 كمان، هكرر المرحله دي ثاني، اخد دي اعتبرها كلوك، يبقى هديني هنا 12 ونص، تمام؟ كان عندي كلوك، هعمل نفس اللي عملته. انا بدخل الكلوك على الكلوك، باخد فيدباك، دخلت الكلوك على الكلوك واخدت فيدباك، خلاص. عاوز اقسم على 8 احط مرحله ثالثه، اقسم على 16 احط مرحله رابعه، اند سو اون، تمام؟ فدلوقتي احنا اتعلمنا ازاي نعمل فريكونسي ديفايدرز باستخدام الفليب فلوبس، اوكي؟ رحنا تاني خدنا اربع انواع من الفليب فلوبس، عرفنا ازاي نكونفرت من اي نوع للتاني، عرفت ازاي اعمل فريكونسي ديفايدر مره باستخدام التي فليب فلوب، مره باستخدام الدي فليب فلوب عن طريق الفيدباك اللي انا عملته بالانفرتر ده. طيب ناخد حاجة أخيرة. طيب خليكم بقى مصحصحين معايا عشان الحاجة الجديدة دي محتاجة شوية إيه؟ صحصحة شوية. خلينا بقى إيه؟ بنفس اللي إحنا قلناه ده اللي هو بتاع الفريكونسي ديفايدر، نعمل حاجة أكبر من كده. إيه هي الحاجة الأكبر دي بقى؟ هناخد حاجة اسمها كاونتر، عداد. عاوز أعمل دايرة بتعد. يعني ايه عداد؟ يعني دايره لها مثلا اتنين اوت. نفترض ان العداد بتاعي له اتنين اوت، قيمهم بتخرج ازاي؟ مش ده عداد؟ يعني بيعد. في الاول هيبقوا صفر صفر، المره اللي بعديها هيبقوا صفر واحد، المره اللي بعديها هيبقوا واحد صفر، المره اللي بعديها يبقوا واحد واحد. بعد الواحد واحد هيعد ايه؟ يرجع تاني ويعد صفر صفر. ده بنسميه باينري كاونتر، تمام؟ عداد بيطلع لي ارقام باينري بالترتيب 0 1 2 3 بالباينري، تمام؟ عاوزين نعمل ديزاين لحاجه زي دي، اوكي؟ تعالوا نفكر مع بعض. الاوتبوتس دول هسميهم مثلا A و B. يبقى تاني عاوزين نعمل ايه؟ عاوز اعمل عداد باينري كاونتر. انا اخترت لكم عداد سهل خالص اللي هو بيعد 2 بيتس 0 1 2 3 ويرجع من اول تاني 0 1 2، ده عداد، اوكي؟ طيب هعمله ازاي؟ نفكر مع بعض بقى. نفكر في طبعا طرق سيستماتيك، دي اللي هناخدها بعدين زي ديزاين اي دايره في الدنيا لها طريقه، لكن عاوزين بالتفكير كده نبص مع بعض. الايه بيحصل لها ايه؟ كل مرة بيحصل لها ايه؟ كل مرة بتتغير. في أول كانت صفر وبعدين بقت واحد وبعدين صفر وبعدين بقت واحد. اوكي. البي بيحصل لها ايه؟ بتتغير امتى؟
مش عاوزين نقول كل مرتين، عاوزين نقول لما الـ A تنزل من 1 لـ 0، لما الـ A بتنزل من 1 لـ 0، الـ A الأول كانت بزيرو، لما الـ A راحت من 0 لـ 1 الـ B ما اتغيرتش، صح؟ لما الـ A من 0 لـ 1 الـ B ما اتغيرتش، no change. في حين لما الـ A نزلت من 1 لـ 0 الـ B اتغيرت، أوكي؟ يبقى الـ A لما تنزل من 1 لـ 0 الـ B toggles. شايفين التفكير بنفكر ازاي؟ مش بنفكر، ما عملناش خطوات ولا بتاع، احنا بنفكر كده دلوقتي بمخنا ونشوف هنوصل لايه. الاي كل مره بتتغير، البي ما بتتغيرش الا لو كانت الاي نزلت من 1 لـ 0، صح كده؟ طيب تاني، الاي من 0 لـ 1 حصل حاجه في البي؟ لما الاي راحت من 0 لـ 1 حصل حاجه في البي؟ البي كانت 1 وفضلت 1 ما اتغيرتش، يبقى القاعده بتاعتنا ثابته، لما الاي تروح من 0 لـ 1 البي نوت تشينج. طيب لما الاي راحت من 1 لـ 0 ايه اللي بيحصل لما الاي تروح من 1 لـ 0؟ ان البي بتوجل. طب البي كانت بكام هنا؟ كانت بواحد، راحت جايه توجل بقت 0. فمن التفكير ده نقدر نبنيها على طول باستخدام التي فليب فلوب. تعالوا نفكر ازاي. الاي عاوزينها تتغير كل مره، هجيب تي فليب فلوب، ادي التي بتاعها وادي الواحد، ادي الكلوك، واخد من هنا الاوتبوت اسمه A. ايه اللي بيحصل لما الكلوك دي تطلع من عماله تلعب كده عند كل ايدج؟ ايه اللي بيحصل في الايه؟ بتتغير، صح كده؟ تعالوا نرسم ليف دايجرام. ادي الكلوك اهي، حلو. طيب الاي بيحصل لها ايه؟ افترض انيشيالي كانت بزيرو عند الايدج ده، اللي هيحصل في الايه؟ تي فليب فلوب وعليها 1 على التي، يبقى على طول هيتوجل، كل مره هيحصل توجل، يبقى الزيرو دي هتطلع تبقى 1 وتمشي معايا لحد الايدج الجديد. حصل ايدج وهي كانت 1، يبقى هتوجل تاني هترجع 0، يبقى دي 1 وبعدين ترجع 0 وهكذا. يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا الجزء، عملنا الاي. الاي بتتغير اهي، كل ايدج عند الكلوك تبقى 0 1 0 1، ده اللي احنا عاوزينه. التشالنج بتاعنا بقى نعمل البي. نعمل البي ازاي؟ عاوز البي تتغير امتى؟ كل ما الاي تروح من 1 لـ 0. اعمل ايه بقى مع الفولينج ايدج؟ طيب نعمل ايه بقى؟ حد يقول لي. ماشي، اعمل ايه يعني؟ احط فليب فلوب ولا اعمل ايه بالظبط؟ نعمل فليب فلوب جديده هنا اسمها تي. اوكي، دي ادي تي جديده اهي، المفروض هناخد منها البي. المفروض احط ايه بقى هنا؟ احط 1. طيب ودخل الاي هي الكلوك بتاعتك، بس خلي بالك لو دخلت الاي هي الكلوك بتاعتك هتغير مع الرايزنج، انا عاوز تغير مع الفولينج. اعمل ايه بقى؟ ادخلهم مباشره ولا اعمل ايه؟ اعمل نوت. ما انا الايدج ده لما يبقى رايزنج لو عملت لها نوت هيبقى فولينج. طب ما هقلب الايه بدل ما هي شكلها كده هتبقى المعكوس بتاعها، يعني لو جبت الايه بره رسمتها هتبقى عامله كده، تمام؟ هيبقى الرايزنج بتاع الايه في الايه بار بقى فولينج، صح كده؟ والفولينج بتاع الايه بقى في الايه بار رايزنج. اهو ده اللي احنا عاوزينه، اخد الفولينج ايدج بتاع الايه اخليه ياثر لي على الفليب فلوب دي. طب ازاي اخلي الفولينج ايدج ياثر على الفليب فلوب؟ اقلبها الاول عشان يبقى الفولينج ده رايزنج. يبقى هناخد دي نقلبها، ناخدها من هنا مثلا، اوكي، نرسمها بلون تاني،
نقلبها الأول وبعدين ندخلها هنا. تمام كده ولا مش تمام؟ يبقى اللي داخل هنا مين؟ الاي بار اللي هي دي. الاي بار بقى هتعمل لي ايه في الفلي فلوب دي؟ لو هي انيشالي كانت بصفر اللي هي اللي اسمها بي دي، البي كانت بزيرو. تمام؟ وداخل عليها السيجنال دي از كلوك اللي هي اللي اسمها اي بار. يبقى مع الرايزنج ايدج بتاع الاي بار هيحصل توجل، غير كده مش هيحصل. يبقى الصفر دي مستمره معايا. عند الرايزنج ايدج ده هيحصل ايه؟ هتتوجل، هتبقى واحد وتستمر معايا لحد نيكست رايزنج ايدج، هتبقى زيرو هنا وهكذا. طيب لو بصينا على دي هنلاقي ايه؟ الاي بصفر والبي بصفر، ادي اول حاله هنا اي بصفر وبي بصفر، الاي بواحد والبي ستيل بزيرو. بعد كده دي طلعت بقت بواحد، الاي بزيرو والبي بواحد، واللي بعديها الاي بواحد والبي بواحد، وهتلف بقى وتكمل كده فور ايفر. يبقى تاني احنا فكرنا فيها ازاي، بس انا عاوز طريقه تفكير دي ممكن تفكروا فيها لوحدكم، بس نفكر مع بعض. انا كتبت الاوتبوت اللي انا عاوزه من الكاونتر 0 1 0 1 وهكذا، بصيت على الاي لقيتها مع كل مره بتتغير، مره تبقى 0 اللي بعديها بواحد، بعديها 0 بعديها 1، فعلى طول لما الاقي حاجه بتتغير بالشكل ده دماغي تروح لمين؟ للتي فليب فلوب. التي فليب فلوب لو ثبتت ده بواحد كل مره هتوجل. يبقى انا كده عملت الاي، خلاص ادي الاي دخلت عليها الكلوك عملت اللي انا عايزه. البي بتتغير امتى؟ البي اتغيرت لها علاقه بتغير الاي، ملهاش دعوه بالكلوك دلوقتي، مع تغير الاي. الاي لما راحت من 0 ل 1 ما حصلش حاجه، لكن الاي لما راحت من 1 ل 0 حصل حاجه. فكتبنا القاعده دي 0 1 بي نوت تشينج، 1 0 البي بالتوجلز. يبقى نعمل ايه؟ خلي الاي بار هي الكلوك بتاعت الفليب فلوب دي، وبالتالي مع بقى الرايزنج ايدج بتاع الاي بار، لما الاي بار تروح من 0 ل 1 هيحصل لي تشينج ودي هتتغير. اوكي يبقى احنا كده عملنا كاونتر باستخدام 2 تايب 2 تي فليب فلوبس. عاوزين نعمل 3 بيت كاونتر، مش 2 بيتس بس، 3 بيت، 3 بيت كاونتر. يعني طالع له لو سمينا دول A وB، طلع منه A وB وC، وبالتالي هيعد ازاي؟ هيعد 8 عدات، هيعد 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. العداد ده بيعد بالشكل ده، ولما يخلص يوصل للثلاث وحايد يرجع من اول وجديد يعد صفار. نفس الكونسبت بتاع التفكير بتاعنا، ان الاي توجلز كل مره، وبعدين البي بتتغير امتى؟ البي هتتغير لما الاي تطلع من واحد لصفر. نفس التفكير بتاعنا، يبقى البي changes او توجلز when اي بتروح من واحد لزيرو. يبقى بنقدر نقول بتشتغل مع الفولنج ايدج بتاع الاي، بمعنى اخر لما الاي بار تروح من زيرو لواحد يبقى بتشتغل مع الرايزنج ايدج بتاع الاي بار. تمام؟ المشكله بقى في السي، السي امتى بتشتغل؟ السي امتى بتقلب الستيت بتاعتها؟ تعالوا نشوف. حد بيقول لي لما البي تتغير من واحد لصفر. البي هنا اتغيرت من واحد لصفر في الحاله دي، فحصل ان السي اتغيرت، والبي هنا اتغيرت من واحد لصفر فالسي اتغيرت. يبقى اذا السي changes when بي بتروح من واحد لزيرو، او بمعنى اخر البي بار من صفر لواحد. هل بنفس اللوجيك ده نقدر نكستند الكاونتر ده نخليه يطلع اي وبي وسي؟ سهل، سهل خالص. هنكمل على الرسمه دي عشان ما نرسمش من اول وجديد. هنزود فليب فلوب زياده تطلع لي السي، السي بقى هوصل ايه على الكلوك بتاعتها؟
الكلوك اللي داخله على السي هي عكس البي. احنا قلنا امتى اللي بيحصل السي بتتغير امتى؟ لما البي بار تطلع من 0 لواحد. يبقى ناخد البي بار ندخلها هنا. اوكي، ده بقى 3 بيت كاونتر بالشكل ده. تمام. في حل اخر برضو ممكن تفكروا فيه، ان انا ما اعملش الحاجات دي، اخلي الكلوك هي داخله على كل الفليب فلوبس هي هي نفسها، ولكن اغير في قيم الانبوت دي. شوفوا هنغير فيها ازاي. في حد مش فاهم الحل اللي مرسوم قدامنا ده؟ اوكي، طيب يبقى احنا اتعلمنا النهارده شويه حاجات لذيذه كده. اتعلمنا ازاي نعمل 3 بيت كاونتر. لو عاوزين نعمل 4 بيت كاونتر بنفس اللوجيك، هنزود واحده زياده وهناخد دي نقلبها ندخلها على الكلوك بتاعت دي. اوكي، فممكن نعمل 4 بيت كاونتر 5 بيت كاونتر زي ما احنا عاوزين. طيب، وده يقودنا بقى لحته ايه؟ المشروع اللي احنا عاوزين نعمله. والمشروع هيبقى فيه حاجات كتير. اول حته فيه عاوزكم تعملوها ان شاء الله، هنزلها لكم برده مطبوعه مع الشيت. اول حته فيها هجيب كاونتر 4 بيت كاونتر. تمام، 4 بيت كاونتر ده بيعد من 0 لحد 15. اوكي، طبعا في سيجنال اسمها كلوك هنا. طيب، هل الفور بيت كاونتر ده هعمله؟ ممكن اعمله وممكن اشتريه جاهز. ممكن اشتريه جاهز، يعني لو دورت في الداتا بوك هتلاقي فيه شيب اسمها 74 اعتقد 132، مش متاكد من الرقم بس هي حاجه كده. او في واحد تاني 191. دي شيبس جاهزه عليها كاونتر جاهز، انت كل اللي هتعمله هتوصل له كلوك هتلاقيه بيعد. طيب، اول جزء من المشروع اللي عاوزين نعمله ايه؟ هنشتري كاونتر وهنشتري حاجه اسمها 7 سيجمنت ديكودر. فاكرين 7 سيجمنت ديكودر اللي عملناه في الترم، مش في الترم الاول يعني، في النص الاولاني من الترم؟ فاكرين 7 سيجمنت ديكودر كان بيعمل ايه؟ بياخد الباينري نمبر ويحولها لايه؟ لسيجنالز قادره على انها تنور 7 سيجمنت ديسبلاي. بيطلع لي من هنا 7 سلوك عشان ينور لي البتاعه دي. يبقى اول حته في المشروع، احنا هنبني المشروع حته حته. اول حته فيه ان احنا بس نشغل نمشي ايدينا، نجيب 4 بيت كاونتر ندخله على 7 سيجمنت ديكودر، ناخد اللي خارج من الديكودر نوصله على 7 سيجمنت ديسبلاي. المفروض اشوف ال 7 سيجمنت ديسبلاي عماله تعد 0 1 2 3 4، اشوف الارقام عماله تعد قدامي. اوكي، الكلوك هجيبها منين؟ السكوير ويف دي هجيبها منين؟ دايره اسمها 3 خمسات، اللي هي التشيب الصغيره دي اللي بثمان رجلين، اللي اسمها 3 خمسات. دي بتتوصل بطريقه ما، وتوصل معاها كاباستور، بتوصل معاها ريزيستور عشان تحدد، ممكن بتاخد منها سكوير ويف وبتحدد الفريكوانسي بتاع السكوير ويف دي باستخدام ايه. في هنا بعض الكونكشنز كده بتوصل سي وار بشكل ما عشان تحدد الفريكوانسي اللي انت عايزه. بتظبط قيم الار والسي عشان تطلع فريكوانسي صغير فريكوانسي كبير زي ما انت عارف. احنا طبعا عشان المشروع ده نتفرج على الديسبلاي وهي عماله تعد محتاج فريكوانسي بطيء شويه، يعني محتاج البيريود مثلا بتاعتي تبقى 1 سكند عشان اشوف العداد عمال يعد 0 1 2 3 4. اوكي، الكلام ده كله هينزل لكم بالتفصيل عشان يبقى في ديتيلز اكتر من كده، لكن دي الفكره اللي احنا عاوزين نشوفها اول حاجه. تمام، طيب كفايه كده النهارده، ان شاء الله المره الجايه نكمل.